سيد أوزر، من خلال ارتباطاتك الدولية فينا نلاقي مكانه لفيكتور شي. قصدك تقول إنه فيكتور رح يجي اسطنبول رئيس خضر؟ رح يجي، مجبور إنه يجي. إذا جمع هالأغبياء كلياتهم رح يضطر يجي مشان يوجههم، لأنه إيلكار ما رح يكون ضابط لا بالشكل ولا بالمضمون ليوجههم. أنت عم تقول أغبياء؟ قصدك في كمان أشخاص جداد غير اللي قاموا من هون؟ في. طيب مين يا ريس؟ المهرب إيندر مثلا، بعد 24 سنة إجا وعم يقول لي أخوك الكبير قتل أخي. صباح الخير يا ريس. قل لي، ما سألته وين كان من 24 سنة كل هالسنين بالغربة؟ هلأ لحتى صحي. وقت اللي حكيت عن اللي رح يسحبهم، انت كان قصدك عن هدول الناس يا ريس؟ شوف، انت وتيبي قبل 24 سنة قتلتوا كتير اشخاص كمان، وهلأ اذا بتبلشوا تدفعولن شوية مصاري وتشتروهم فيها، ما بتلاقي غير ولادهم واحفادهم وقرايبينهم ومعارفهم بلشوا يتجمعوا كلهم حواليك. انا اخر مرة قتلت من 19 سنة، بعد سنة بتكون سقطت بالتقادم. يلمز، إذا أنت عندك مخاوف مشان المحاكمة لا تخاف، مدة التقادم كل فترة بتتغير، أما بالشارع فما في تقادم. تمام يا سادة، هلأ صار معروف مين ترك الطاولة، ونال بيك قسم المهام كلياتها. ليش نحن ما منقوم بشغلنا؟ إذا بده فيكتور هلأ خلوه يجي ويقعد هون، طبعاً إذا بده. أنا عم فكر، قبل ما أوصل صبحي بدي أسأله كيف قدر يساوي هذا الشيء معي، وكمان ليش؟ أحمد شوف، أنا قبل ما أروح أقوس أعدائي بحب أطلع بعيونهم منيح، بس هدول مانن أعداء، خونة. بتروح حتى تسألهم سؤال وبتفتح تمك حتى تحكي، بتاكل رصاصة. اهدوا، الرجال مصدوم، من الضروري نتفهم حالته شوي. سليم، ما في داعي تشرح لنا الوضع، أنا ما عم أقول إنك مريض يا أخي، قلت حساس، وبسبب أحاسيسك ما ضل عندك عضو شغال تعطيه لحدا، لهيك لا تعطي عقل لأحمد. تيبي تمام، أنا معك، أنت قتش ما باعك، ما في داعي تزود علينا، تفهم الوضع. هنن بيعرفوا أنه رح نهجم عليهم ورح يحاولوا يهجموا قبلنا، خلوا الكل يضل آخد حذره. وكمان لا تسمعوا اللي قاله السيد أونال، هلأ الأولوية نقدر نضل عايشين.